أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وأنا وأنتم نصلي ونسلم على خير نبي، وذاك بعد توحيد المولى العلي، قائلين سبحانك ربنا وأنت بالمؤمنين حفي، سبحانك أنزلت القرآن الكريم صدقا جلي، ووعدت بالجنة من عبادك من كان تقي، وقلت ما فرقنا في الكتاب من شيء، نسألك ربنا بحق اسمك القوي، وندعوك يا ربنا بحق اسمك الغني، يا ربنا نحن الضعفاء وأنت القوي، يا ربنا نحن الفقراء وأنت الغني، يا من تفرقت لذاتك باسمك الولي وباسمك العلي، ندعوك يا ربنا أن ترزقنا على البلاء صبرا رضي، وجينا ليفكر في ذاتك تفكيرا قوي، واجعل بيننا وبين الشيطان حصنا قوي، وارزقنا الرضا بما قسمت في حياتنا من كل شيء، وارزقنا يوم القيامة شفاعة خير نبي، واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، فسبحانك أنت رب كل شيء وقادر على كل شيء، وليس لنا من دونك شيء. أيها الجمع الكريم الحفيظ، نحن في ليلة الاثنين ذكرى مولد المصطفى سيد الثقلين، ما أحوجنا بكثرة الصلاة والتسليم عليه، فهو القائل لنا أقربكم مني مجالس يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أيها السادة، في ليلة تكريم الوالد الراحل الكريم الحاج مسعد محمود جمعة رحمه الله، عاش حياته لله وشاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكان طيب المنبة والمنشأ وطيب المعاملة وطيب السمع، مشاركة لأبنائه الأكرمين الأستاذ أيمن مسعد جمعة والأستاذ أشرف مسعد جمعة، ومشاركة أيضا الأستاذ محمد جمعة والأستاذ حسام محمد جمعة والأستاذ إيهاب محمد جمعة والأستاذ محمود محمد جمعة. نعيش هذه الليلة القرآنية التي نصغى فيها بالآذان ونتدبر بالآذان إلى ما يتلى من آيات الملك الديان الذي أمرنا بالخشوع والإنصات لتلاوة القرآن، فقال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ومن تعليم نبينا الحبيب: زينوا أصواتكم بالقرآن، أو حسنوا أصواتكم بالقرآن،
ومن أقواله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجر به. ومن تعليم نبينا المصطفى الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ومن تعاليمه صلى الله عليه وسلم إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. وضيفنا من الإذاعة المصرية ونبت بيت أهل القرآن بالشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي كروان الفجر بالإذاعة المصرية والذي نسعد به بالأمسيات الدينية وتلاواته الدورية. نستمع إليه الآن ها هنا ممتعا جهر العين كما نسعد به عبر الشاشات والقنوات. أي يا سادة قارئنا نبت البيت الطاروطي بيت القراء الأجلاء العلماء أعلام الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. نسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته وأن يبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح والدنا الحاج مسعد في مثواه وإلى روح جميع موتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. قارئنا الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام What the fuck?
Thank you.
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
Oh,
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل
للرجال نصيب مما
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله
إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ و
وإن كانت واحدة فلها النصف. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له Oh!
فريضة صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. صدق الله العظيم الذي جعل شهادة التأمين الربانية في القرآن، فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الى ما تيسر من ايات سورة النساء المدنية التشريعية، تلا علينا علم الاذاعة المصرية وكروات الفجر بالاذاعة فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي نبت بيت القراء الاجلاء العلماء اعلام الاذاعة المصرية لطاروق بمحافظة الشرقية. شكرنا الى فضيلتي والى حضراتكم جميعا باسم اسرة الوالد الراحل الكريم الحاج مسعد محمود جمعة رحمه الله واسكنه فسيح جناته برفقة نبينا الكريم، مشاركين بذلك ابناءه الاكرمين الاستاذ ايمن مسعد جمعة والاستاذ اشرف مسعد جمعة، ومشاركين ايضا الاستاذ محمد جمعة والاستاذ حسام محمد جمعة والاستاذ ايهاب محمد جمعة والاستاذ محمود محمد جمعة. ايها السادة، فراشتنا الكبرى الذهبية بإنارتها اللؤلؤية وهندستها النزاعية وواجباتها الفندقية إدارة الحاج أسامة أبو حسن. شاكرين أيضا لمنتدى سفراء القرآن الكريم ناصر صلاح عمدة مصور الحفلات القرآنية، وشاكرين ايضا لأسامة سمير. ايها السادة، شكر الله لكم جميعا وندعو الله تبارك وتعالى للراحل الكريم بالرحمة
ولآل الصقر والسلوان، وأن يجعل دمعنا هذا دمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما.